انا مجدى وكنشكر البطل العالمي زيطر على هذه المبادره اللي كرمنا بها، والله يجعل ربي يحفظه ونصرو. وهذا ما دينا توجدا، وكنشكر ابو زعيطر على هذا الخير اللي راه دار فينا، والله يجعل ربي يرحم له الوالدين والله يخلف عليه. وكنتمنى ان احنا نشوفوه واخا غير هكا. وانا كنحضر له شحال مره، حضرت له فراشيد شو شتو وشته، والله يجعل ربي وفي له ما راه يتمنى. وباقا كما كنساش واحد الكلمه قالها لراشيد شو، انه كيقال له هز صبعك عاد هضر معايا. هادي دازت فراشيد شو، كنشكرو كامل الشكر ليه ولمحمد السادس نصره الله، ولا يجعل ربي وفيك ما لك تمنى خويا، ونتمنى لك التوفيق في الحياه ديالك سعيده، وشكرا لك. السلام عليكم، معكم الاخت بشرى من مدينه وجده. انا قادتني الظروف وجيت مع هذه المبادره تاع السيد ابو زعتره، وكنشكره بزاف هذه المساهمه ديالو في تقديم الالبسه للناس اللي محتاجين والفقراء، وكانت بادره طيبه. كنشكره، حنا نتمنى وان شاء الله تكون واحد الفئه هكا اللي كتمد هذا العون وهذه المساعدات للناس الفقراء. وكل التوفيق للاخ ابو زعتره، والله يعطيه صحته ويحفظه ان شاء الله. بهذه المناسبة نتقدم الشكر الجزيل لجمعية الإخوة زعتر على المجهودات اللي قاموا بها لتوزيع مجموعة من الملابس على مجموعة من الفئات المستهدفة، وهي مبادرة طيبة تستحق التوزيع والتشجيع. ونحن راهنا إشارة من أجل المساعدة في مثل هذه المبادرات الحية، من أجل مساعدة الأشخاص الذين يتعيشون، من أجل دعمهم. ومبادرة هي مبادرة طيبة، وشكرا جزيلا. اليوم جمعية الإخوة زعيطر برئاسة البطل العالمي أبو بكر زعيطر رفقة إخوته عثمان زعيطر وعمر زعيطر وخالد زعيطر والحاج حسن زعيطر الأب الروحي لجمعية الإخوة زعيطر. اليوم كذلك يعني محطة ثانية أخرى هي مدينة وجدة لتوزيع مجموعة من الملابس داخل هذه المدينة عاصمة الشرق. طبعا هذه الملابس اللي توزعت كذلك في جل تقريبا مدن المملكة الشريفة، تم التوزيع بعين العودة بمنطقة الرباط، توزيع كذلك بمدينة سلا، التوزيع كذلك بتطوان وطنجة وكذلك بالدار البيضاء. عملية التوزيع ما زالت مستمرة، الهدف منها هو يعني منح هذه الملابس للطبقات الهشة الاجتماعية. خذوا هذه الملابس مجموعة كبيرة كبيرة هنا داخل مدينة وجدة من السكان. اليوم قربنا الحي الشعبي بمدينة وجدة تابع لمنطقة واد الناشف، وهو حي الميرعلي. طبعا حاولنا ما امكن لان هناك يعني جائحة كورونا، وعملية التوزيع السلطات والقيم من الامر كيعرفوا على انها صعيبة صعيبة بزاف، لا سيما في هذه الظروف باش تجمع الناس. وطبعا خص التنظيم، خص مجموعه ديال الامور، نحاولوا ما امكن نديروا العمل الخيري، ونتمنوا على ان حتى المواطنين يعني اللي كنستهدفوهم يعاونونا باش يعاونونا، فقط غير بالنظام، لان كل شيء غادي يوصلوا ان شاء الله سواء الملابس. كذلك هناك رسائل، الرساله يعني مستقاة على ان الكل اليوم مدعو للقيام بالفعل الخيري. يعني الانسان الى سخر الله عز وجل باش يقوم بمساعده الاخر ويقوم بفعل خير هو شيء مستحب. احنا اليوم نعيش داخل المملكه المغربيه، هذا البلد الجميل جدا برئاسه الملك محمد السادس نصره الله ملك الفقراء، يستدعي منا على ان الكل في يعني كل واحد في منصبه وفي موقعه على اننا نخدموا هذا الوطن الجميل. لذلك الحمد لله عز وجل، الله عز وجل
احب الاخوه زعيتر واعطاهم الله يعني هاد الخصله هذه في مساعده الغير، والله عز وجل سخرنا هاد الناس على انهم كذلك يساعدونا باش نديروا الخير في ابناء جلدتنا، وكل من يحتاج يعني المساعده والخير. ودمنا اوفياء جميعا للشعار الخالد الله الوطن.